That's the one about tablespoon, large tablespoon, من بذور الكتان. The slime gel, this is the Botox, أمامكم أهو. That's how it looks like. Here we go. Okay? معلقة كبيرة من بذور الكتان. والباقي تقدري تصفيه وتشيليه في الفريزر. You can keep it in the freezer actually. Now, to make sure everything is right, مش هنعمل كميات كبيرة، هنحاول ان احنا نشوف الكميات اللي احنا محتاجينها علشان اجرب الكريم ده قبل ما استعمله على وشي. You have to treat your hand first. لازم تجربيه and give it a taste on your hand. دايما بقول ان انت محتاجة ان انت تجربي اي خلطة اي كريم على ايدك قبل وشك. Yeah? So today النهاردة انا هبتدي اعمل الخلط كده خلاص. فلاكسيد مغلي ومتصفي. اوكي؟ هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتيني يا اختي. Hello guys. تاني حاجة، تاني مكون هو شيا باتر، زبدة الشيا. زبدة الشيا هنسيحها في الميكرويف علشان نقدر ندمجها مع باقي المكونات. هسيح معلقة لكن مش هاكل المعلقة كلها، على حسب الكمية اللي هحتاجها هنا. بتسيحيها عادة في الميكرويف أو في حاجة فيها حمام مريم يعني. Alright. بتحاولي ان انت تاخدي منها كل المميزات الهايلة. اما الحاجة الثانية هي، لا الثالثة لان احنا عملنا اثنين دلوقتي. الحاجة الثالثة هي الكوكونات اويل، زيت الجوز الهند الساحر الهايل للبشرة اثناء التريتمنت اللي بتعمليها لبشرتك. اوكي؟ برضو زيت الجوز الهند بتحاولي ان انت تخليه بره الثلاجة في البرد، او لو حر بتسيحي، لو ساقعة بتسيحي برضو بنفس الطريقة بتاعة زبدة الشيا. انا طبعا علشان وقت اللايف سيحت جزء منها علشان اخليها جاهزة. وهتجيبي زبدة الشيا وهي دافية كده، وهتحاولي ان انت تخليها مش متماسكة قوي. ليه؟ عشان انا عايزة اخلطها كويس مع بذور الكتان زي ما تعودنا. فلاكسيد هي البوتوكس او العلاج المسائي الليلي بتاعك، وانا بشغل دلوقتي زبدة الشيا اهي دفتها، ما سيحتهاش قوي. خليكي معايا في النقطة دي كويس قوي، ما سيحتهاش قوي زي جوز الهند. ليه؟ عشان انا محتاجة اعمل بيها كريم. First of all, I'm trying to mix in a bowl like this, turn it around to create the creamy touch out of it, warm, room temperature. يعني ايه؟ يعني بدرجة حرارة الغرفة. بيعمل ايه الكريم ده؟ This is anti-wrinkles cream, a night treatment for your face. Also, it will make reducing this sad face. هتقلل من التجاعيد بتاعة البشرة. كريمي شيا باتر يلو or white doesn't matter. Okay, we're gonna take a spoon. Okay, let's see. And we're gonna mix it up مع بذور الكتان علشان احاول ان انا اخليها تندمج بدرجة حرارة بذور الكتان علشان اخليها mixing together. Alright. Now, what else we need? A tablespoon of coconut oil. One large tablespoon of coconut oil. معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. Here we go. Okay, I'm trying to mix it up.
If it's not, you can use the blender if you want. Yeah. Let me take the other half. عشان أنا أخذت معلقة كاملة. أخذت معلقة كاملة من زبدة الشيا. زبدة الشيا مع بذور الكتان المغلية ومتصفية مع جوز الهند الدافي مش المتماسك علشان نقدر نخلطه كويس، وكمان هتاخدي عليها الفيرا جيل. طبعا كلكم عارفين ان انا بصنع دلوقتي الكريم بتاعي يس اللي هو يعتبر انترناشونال انتي رينكلز ابي لندن ووكر كريم. اوكي، فانا عندي العبوات الكبيره كلها اتشحنت الحمد لله ووصلت بسم الله ما شاء الله. الخطوات بتاعتي ماشيه زي الفل بدار بركه دعوات اهلي وامي. هنحتاج ملعقه كبيره الاول من الصبار الفيرا جيل، معلقه كبيره من الصبار كير واحده another one two اوكي، معلقتين من جيلاتين الصبار. يستحب جيلاتين الصبار الجاهز علشان يعيش اطول مده معاك. ليه؟ لانه جيلاتين الفريش ممكن ما يقعدش معاكي فتره كبيره. وادي جيلاتين الصبار عليه دلوقتي. also زي ما علمت كل اصدقائي ان احنا we are doing our cream from the scratch. اهلا وسهلا بجميع المتابعات الجدد اللي ما يعرفونيش، اشكركم على ان انتم بتنفذوا وبتتابعوني حبايبي. وكمان عايزه اقول للناس اللي بتعمل شير الف الف شكر، اتمنى تعملوا شير في حتت تانيه غير الجروب بتاعي، انا اعرف اعمل شير للجروب بتاعي كويس قوي. anyway المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض دلوقتي محتاجه ان هي تندرج مع بعضها. To mix it up طلعي المدفعية يا حبيبتي. To mix it up you need a blender to be sure that it's already done. عشان تتأكدي ان كل المكونات بتاعتك اندمجت صح you have to mix it up with the blender. Trying to mix it up now.